السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة معجنات السبانخ، عملناها المرة اللي فاتت باللحمة المفرومة، المرة دي هنعملها كده من غير اي حاجة. زي ما انتم شايفين عندي سبانخ متقطعة ومغسولة ومتصفية، عندي هنا بصل، اصل الكمية اللي انا عاملها مش كتيرة، عندي بصل وفلفل مشحار، وعندي هنا بصل اخضر مش ضروري بالوصفة بس لقيته متوفر عندي. طبعا التوابل عندي كزبرة ناشفة، وعندي مكعبين مرقة الماجي عشان تدي بس نكهة، طبعا عندي فلفل اسمر وده ضروري عشان الحاجات الخضراء، وده عندي سماء زي ما انتم شايفين بيدي مزازة. في نوعين من السماء، في نوع بيبقى بيدي على صبغة كده على لون احمر، وده ما بيصبغش خالص بس بيدينا النكهة بتاعته خلاص. طبعا لو عاوزة تحطي عصرة ليمون ما فيش مشكلة، ولكن انا هستكفي بس بالسماق ده دلوقتي. هنروح على البوتاجاز نعمل الحاجات دي عبال ما نيجي نعمل العجينة، نعجنها كويس. بتكون ايه، تاخد وقتها بالتخمير، بتكون احنا عملنا الوصفة دي على البوتاجاز مش هتاخد وقت، بس عايزين ندبلها. وبعد كده لازم تبقى باردة، فان شاء الله نعملها وهتبرد بيكون العجين عندنا اختمر. دلوقتي في حلة على البوتاجاز انا جبت قطعة زبدة تقريبا زي ما انتم شايفين حوالي 5 معالق، هجربها المرة دي هتبقى افضل من الزيت. طبعا انا قطعت البصل، الفلفل كرة كبيرة عادي متوسطة ما فيش مشكلة، مجرد بس ما تدبل البصلة ان شاء الله هننزل عليها السبانخ تدبل، ان هي بس ايه تنزل ميتها. في ناس عندها طريقة تانية ان هي تعمل فيها السبانخ، بتستغنى عن الخطوة دي خالص، بس انا بحب ادبلها على البوتاجاز. بتيجي تحط السبانخ في مصفى، بعد ما تحطها في مصفى بتحط عليها شوية ملح وتفضل تعصر فيها لغاية لما تنزل منها المادة الخضراء، وتستكفي كده ما تحطهاش على البوتاجاز، وتضيف ليها مباشرة البصل ني الفلفل ني بس يبقى كرة ناعمة، وتحط السماء والملح والفلفل والكزبرة وعصرة الليمون. بس انا بحب ادبلها الاول، ميتها بتنشف على طول، بس انا جربت الخطوة التانية بتدي على مرار شوية. السلق ده او مثلا الطريقة ان احنا اللي بنحطها على البوتاجاز دي بتمنع المرارة اللي بتبقى موجودة بالسبانخ، التشويح مش السلق، التشويح. دلوقتي خلاص البصلة دبلت معايا، هجيب السبانخ عشان تتنشف وما يبقاش فيها اي مادة خضراء ولا اي سوائل، وبكده نسيبها تبرد براحتها علشان ما تكون العجينة جهزت معانا ما تبقاش سخنة على العجينة وتسيحالي وما ترضاش تلف او تمسك معايا. طبعا انا ضفت السبانخ زي ما انتم شايفين، هي كمان شوية بس مجرد ما تدخل في مرحلة البخار كده وان هي تسخن، الهيشان اللي انتم شايفينه ده كله هيهبط. زي ما انتم شايفين اول ما تيجي تهبط هنحط لها التوابل بتاعتها ونهدي البوتاجاز عليها لغاية لما تنشف المية. احنا الهدف مش بنطبخها، احنا بندبلها على البوتاجاز. اساس الوصفة المعجنات السبانخ اللي هي زيت الزيتون، فاحنا مش هنحط زيت زيتون النهاردة، ممكن هحط على الوش ساعة ما اجي احمرها في الفرن، او ممكن لما اجي ابططها ممكن ابططها بزيت زيتون، بس بتنفع في الزيت العادي. فعلشان كده انا حطيت زبدة من الاساس علشان تدينا نكهة بلدية زي زيت الزيتون، واللي ما عندوش زيت زيتون ما يقولش ان انا ما اعرف اعملها، هي بتظبط بالزيت، بتظبط بالزبدة، بتظبط بزيت الزيتون، اي حاجة. وطبعا كل حاجة بتدي نكهة مختلفة عن التانية، يعني زي ما انتم شايفين الزبدة هتعطي نكهة مختلفة تماما عن الزيت اللي هو النباتي العادي، والزيت الزيتون افضل وافضل، بس احنا حطينا الزبدة بس علشان ينكهها تدينا النكهة البلدية كأنها معمولة بلحمة وزيادة. طبعا انا ضفت هنا كل الحاجات المطلوبة اللي هي السماء، الكزبرة الناشفة، الفلفل الاسمر، ورقة الماجي اللي هي شوربة الفراخ. طبعا انا مش هغطيها، هقلبها كويس، مجرد ما اشوفها ان هي هبطت معايا وان مفيهاش اي مادة سائلها خلاص
بطولها واشيلها واحطها في طبق ان هي تبرد على جنب. خلاص انا عندي هنا العجينة اختمرت وخرجت منها الهواء كده، وعندي السبانخ كمان جهزت وبردت ما شاء الله عليها. دلوقتي انا هكور العجين ده علشان نبدأ نشتغل فيه، وعلشان يريح شوية من بعد ما خرجنا منه الهواء. كده انا كورت العجينة كده وخلصت منها، هسيبها ترتاح تقريبا حوالي 7 دقايق، وبعد كده ارجع من اللي انا عملتهم في الاول ونرجع نكمل الخطوات. انا جبت كده طبق في زيت علشان خلاص انا هفرد، هبطط العجينة زي ما انتم شايفين كده، خليتها رقيقة او بالسماكة اللي انتم عايزينها، بس كل ما كانت رقيقة كل ما كانت احسن. دلوقتي هاخد من السبانخ على قد ما انتم عايزين الحشوة، هتحطيها هنا في النص وهتقفلي بالشكل اللي انت عايزاه. انا هقفل بشكل مثلث، عايزه تلفيها رول مفيش مشكله، احنا هنعملها اشكال دلوقتي عشان تبقى سهله. كده انا قفلتها على شكل مثلث، اجيب الاطراف على بعض وبعد كده اجيب الطرف اللي في الاخر والزقه بالطرفين اللي احنا قفلناهم مع بعض. هكمل الكميه وارجع لكم تاني. طبعا انا جبت صينيه وحطيت فيها شويه زيت علشان العجينه ما تلزقش. طبعا دي شكل المثلثات، عايزه تصغري تكبري براحتك. وده الرول اللي انا عملته، هو اسهل في التشكيل زي ما انتم شايفين كده. هسيبها ترتاح تقريبا حوالي 10 دقايق وبعد كده ادخلها الفرن تاني. بكون انا كده خلصت الكميه، هيبقى الفرن شغال، في حاجات بتستوي في الفرن وانا برضو هفضل اعمل باللي بره علشان اكسب الوقت. ده كان الشكل النهائي للمعجنات بتاعه النهارده، السبانخ يعني ما شاء الله العجينه هشه جدا زي ما انتم شايفين. افتح لكم واحده دلوقتي يعني شوفوا، يعني ما شاء الله اكيد العجينه باينه معاكم. العجينة هشة ازاي، طرية مش مكتومة اهي. وده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده. طبعا ادهان الوش بتاعها اول ما خرجت من الفرن حطت لها زبدة او زيت زي ما انتم شايفين كده، اداها اللمعة اللي انتم شايفينها، بس اثناء ما كانت بالفرن ما دهنتش وشها اي حاجة خالص ابدا، يعني خليتها على نفس المواد اللي موجودة في عجينة. ما شاء الله يعني حاجة تفتح النفس، حاجة سريعة ما بتاخدش وقت خالص، تبقى موجودة في البيت، متوفرة بأي وقت. لو حد جعان أطفال كده بتناوليه، بيكفي إنها معمولة في البيت وصحية ومش مكلفة خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.